صباح الورد والفل والياسمين، قناة شاهد معي فيديو جديد كل يوم. ازيكم يا قطايتي؟ يا عسلات. معانا النهارده طريقة الدوناتس، طريقة سهلة جدا جدا جدا، هشة معاكي مش هتشرب زيت، طعمها رائع. معانا 3 معالق سكر، أكل معلقة، كوباية لبن، حليب، والخميرة اللي مبقية معانا قبل كده، ومعلقة خميرة فورية. قلنا بنعمل تخميرة، التخميرة دي مهمة جدا 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 معانا. السكر لو ما حطيتوش على الخميرة ما بتخمرش معاكي، وده بيبقى اختبار للخميرة بتاعتك كمان. ممكن الخميرة بتاعتنا ديت ممكن تحط معاها 2 معلقة دقيق، ويبقى انت عملتي تخميرة جميلة جدا، وده بيبقى اختبار للخميرة كمان. انا غطيتها بالشفاف في الاستريتش، ممكن تغطيها في فوطة، بغطيها حلة مش مشكلة خالص. تركينيها لما تخمر. عجينة الدوناتس لو زادت معاها خمرت معانا، سبتها ساعة خمرت. عجينة الدوناتس 2 بيضتين كبار، انا حطيت معاهم بيضة بلدي زي ما انت عايزة يعني صغيرة. معلقة اكل خل، الخل محسن للعجينة كأنك بدل الكيميائي يعني. ونتفة ملح، و4 ظرف فانيليا عشان الريح، والخل برضو بيقضي على زفرة البيض. بتقلبيهم تدوبيهم مع بعض كده، بننزل اللي معانا بقية الخميرة اللي معانا في 1/4 كوباية مية كده. يبقى احنا كده خدنا 1/4 كوباية سائل، وحطينا لبن بودر، وبنلم العجينة بتاعتنا بقى بالدقيق. يعني احنا كمية السائل بتاعتنا ثابتة، هنعمل بالدقيق. انا عملت 2 معلقة نشا. النشا الكاسترد ده عبارة عن نشا متلونة وفيها لون، فيها لون وريحة وطعم. الخطوة دي انا بس عشان اللي كان بيسألني على الالوان، ممكن تستخدمي الكاسترد كتلوين لو عايزة حاجة هشة يعني. بنلم بقى كده، طبعا العجينة تقلت على المضرب. لا إله إلا الله. هنجمع العجينة بتاعتنا. عجينة الدوناتس عامة بتبقى ملزقة، فاحنا مش هنعجنها تبقى لابسة معاكي بقى والكلام ده كله قوي. هي بتبقى طبيعتها ان هي ملزقة وانت بتعجنيها، لان فيها بيض ولبن وسكر. معانا 3 معالق زبدة بدرجة حرارة الغرفة، درجة حرارة يعني مطلعة من التلاجة، من التلاجة من تحت تتك عليها تلاقيها دايبة كده، ما بتبقى سايحة. اما بتخلطي الزبدة في اخر العجينة بتديكي توريقة، وخاصة لو برد. والزبدة والحاجات دي المفروض ما تتسيحش على النار، لازم تبقى بالقوام بتاعها كده عشان تستناها تعملك توريقة بين الطبقات. السكر لو زودتيه هتلاقي العجينة بتاعتك بتنحرق معاكي في النار وبتسود اهو. انا بقى بلم، هتاخد منك مثلا من 3 ل4 كوبايات دقيق حسب حجم الكوباية بتاعتك. بعجنها وتلمها، ولازم الدونتس تتعجن كويس، وبتسيبيها تريح نص ساعة وتعجنيها تاني. دي بقى كمية الزبدة بتاعتي. اهو عجنتها، وخس بيها تستريح وتخمر. خملت معايا ما شاء الله، جميلة جدا. شوية دقيق، حاجة ما تبقى خمرانة معاكي حلو، تشتغل معاكي جميل. افرديها تبقى السمك بتاعها واحد، الجوانب زي الوسط زي كل حاجة تبقى واحدة. قطعت الدونات ازاي؟ شوف العجينة ماسكة نفسها، ما تبقاش طرية. ممكن تعملي بطبق بكوباية والقمع بتاعك. سريعة طبعا. لو انت في ايدك في موضوع الدوناتس ده،
المفروض طبعا كل الحتت اللي بتطلع دي بتركني العجينة لوحدها تخمر شوية وتروح شوية تفرديها تاني. هتيجي تفرديها بعد ما تقطعيها على طول مش هتعرفي تفرديها. شكل الدوناتس التقليدي الأطفال بيحبوه، بيبقى مبهج كده. انا بحب الشكل المدور ده اللي بينحشي، بياخد حشو حلو. واي نعم شكله ما بيعجبش العيال بس هو بيبقى حلو. قطعت الدونتس بتبقى بسمك بسمك معين جوه. الدونتس المفروض تبقى سميكة. اهي دي العجينة، بعجينها دي البواقي اللي احنا طلعناه، وتسيبها تخمر تشد معاكي شوية. شوفي بقى، لازم اهم حاجة تحطي على ورق زبدة او ورق طبخ العادي خالص ده، وتقطعي كل الورقة. ليه؟ هنشوف ليه. بس الخطوة دي مهمة جدا في كل خطوات الدوناتس. انت مقادير الدوناتس ممكن تختلف من قناة لقناة، بس في حاجات أساسية. الخطوة دي أساسية، لازم ورق. اعملي على ورق كراسة رسم اللي هو الأبيض، تعملي على كل ورقة مقطوعة وتقطعي بين كل ورقة والتانية دي بعد ما خمرت معانا شوية. حلوين اهي، انا بقطعهم كله. طبعا الجو حر جدا، بتسيبهم يخمرهم، بتغطيه بفوطة بكيس بلاستيك بأي حاجة عشان وشها ما يقرشفش منك. وداخلين على الشتاء، والناس كلها بتحب تعمل حلويات في الشتاء، فخلي بالك لازم التخمير ده. انا بسويها بس لان تقطعة الدوناتس ليها سمك معين، لو انت عملتيه هتلاقي بتنقطع لوحدها. انا بعمل اقل من السمك ده لان ما بحبهاش تخينه قوي، لان بتخمر، ده بتضعف جامد يعني. اها الورقة، وتقطعي الورقة وتحطي على ورقة تانية. هنشوف أهمية الورق ده ايه دلوقتي. هتقولي لي مهم، أقولك اه مهم، ما ينفعش تستغني عنه. اعملي في ورق سكتشات الكراسات بتاعة العيال، في ورق طبخ بنجيب من عند السرجة، هعملك عليه فيديو. هشتري لك النهاردة كيلو ان شاء الله وهعملك عليه فيديو وتشوفيه بيستخدم لايه. اهي دي بعد ساعة ويمكن ساعة ونص كمان خمرت لأقصى درجاتها. شوفي بقى التكات اللي جاية دي، ممكن تسيبها تخمر التخمير ده كله. شوفي خملت ازاي اهو، النار يا دوبك دافية دافية دافية، وما تنزليش بكمية كبيرة اهو. بننزلها بالورق، وبعد ما تحمر من تحت بتشيل الورق. طيب ليه بقى؟ لانك لو بتشيلها من على الورقة، الخط الابيض اللي في النص ده اللي بين العجينتين اللي انا بوريهولك ده، ده دليل نجاح العجينة ونجاح التخمير، وان العجينة بتاعتك صح ومكوناتك صح. الخط ده علامة الطهاة والشيفات، يعني لو شيف محترف وانت بتوري له العجينة بتاعتك بيبص على الخط الابيض ده موجود ولا لا. طبعا عجينة الدونتس ما بتستحملش، بتتحمر في ثواني لو النار عالية، فانت بتهدي النار، بتهدي النار يا دوبك بتبقبق من تحتها. بصي يا دوبك بقبقة خفيفة خالص. ما احبش اقول لك ان انا حطيت الموبايل بتاعي في الزيت المغلي دلوقتي وانا بعمل، كان كارثة يعني. مكملة لكم التصوير من موبايل تاني. الخط الابيض ده اهم حاجة. لما مثلا واحدة تيجي تشوفي دونتس في اي حتة، بص على الخط الابيض ده، اعرفي ان التخمير بتاعهم حلو. ده انا فرش على الورق اللي بقول لك الكيلو منه ب 18 جنيه من عند السرجة. جميل. هنجيب كاكاو خام، اسمها شوكولاتة خام، بتنباع اي سوبر ماركت، جميلة جدا. وعلى حمام مية، يعني ايه على حمام مية؟ بنحط طبق الامونيا اهي وعليه الشوكولاتة بتاعتنا، وتحط عليه معلقة زبدة عشان يطريهالك، يطريلك الشوكولاتة، بحيث ان انت لما تيجي تحطها في الدونتس تبقى سايحة معاكي اهي. ودي انواع التزيين اللي عندنا، فورماسي والسكر الملون والحاجات دي كلها. استنيت الدوناتس تبرد ورحت احطها في الشوكولاته. طبعا معمول للاطفال فمحتاجين الوان كتير،
جبت سكر فضي وسكر ذهبي والبتاع المكور ده معرفش اسمه ايه، وفرماسي ملون ما شاء الله لونه رهيب بجد تحفة. كان يعني الصراحة شكله الصراحة كان فظيع الصراحة، وطعمه هنا وشفا جربيه جميل. بس المعلومة الوحيدة اقول لك نقي نوع الزبدة بتاعك كويس، يعني راجعي معايا فيديو الزبدة اللي انا كنت عامله لك تحت، استخدمت الزبدة معايا طعمها وحش جدا. يعني لما يبقى معاكي الزبدة طعمها حلو بتحلي لك العجينة وتديكي طعم جميل جدا، هاتي زبدة صفراء لو حتى 8 كيلو بس انا نضيف، هيفرق معاكي في الشغل جدا 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 جدا. الخل محسن خبز طبيعي بدل المحسنات اللي بيجيبها من بره مواد كيميائية كيميائية. شوفي بسم الله ما شاء الله، ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتحطي لي لايك وتشيري الفيديو يا جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.